حوادث كتير بتعدي علينا ما بنبقاش عارفين نتصرف فيها ازاي، يمكن اخرها طبعا حادثة القطر الاخيرة، وشوفنا الناس ازاي بتحاول تطفي الناس المحروقة، ولا المشهد طبعا بتاع الشخص اللي كان محروق بالكامل وبيجري ومش عارف يتصرف ازاي، عافانا الله واياكم. عشان كده وعشان حوادث منزلية كتير جدا ممكن نعدي بيها، طبعا يشرفنا يكون معانا في الاستوديو ضيفتنا العزيزة الدكتورة ناهد الحنبلي، مدربة دولية في الاسعافات الاولية. اهلا بيكي معانا. يسعدك يا ندى ويسعد كل المشاهدين يا رب. دكتورة ناهد حبيبة قلبي الله يسعدك يا رب. طيب طبعا حضرتك شفتي أكيد الحادث البشع اللي حصل، القطار في مصر والضحايا راحت كتير جدا، ربنا يرحمهم يا رب ويجعلهم من الشهداء. عايز أسألك، ربنا يشفيهم ويعافيهم اللهم أمين. لا قدر الله لو حضرتك كنت متواجدة في المشهد ده كنت تتصرفي إزاي؟ هو يعني شوفي، هو وقت الفزع الواحد أحيانا ممكن يفقد السيطرة والكنترول، لكن إحنا بنقول إنه الشخص إذا كان فعلا جسمه مشتعل فالمفروض إني أنا أمنعه من الحركة. يعني الحركة حتزيد الاشتعال لأنه حيتفاعل مع الأكسجين، النار بتحتاج أكسجين، فالحركة حتخليه يتفاعل زيادة مع الأكسجين، يعني تشتعل النار بزيادة تلتهب. النار عايزة أكسجين عشان تزيد اشتعال. فالصح إنه أنت بالعكس، إنه الواحد يعني يمنع من الحركة، يحاول يجيب بطانية أي حاجة. يعني فكرة إنه هو يفضل يجري لا أنا أمسكه وأوقفه، أمسكه وعلى طول ألفه ببطانية بأي شيء، بشرشف بطانية أي حاجة، وأنزله على الأرض بحيث أني أخمد النيران اللي في جسده. بعد كده بنبدأ بإجراءات الإسعافات الثانية اللي هي قبل ما وصول، زي ما بنقول دائما قبل وصول الرعاية الطبية، فإن كان طبعا درجة أولى تكلمنا عنها ودرجة ثانية درجة ثالثة. لكن الصح أنه بالعكس ما يتحرك، ينلف ببطانية ونخمد النيران. تمام جدا. طيب خلينا نرجع لموضوعنا النهاردة والنزيف والجروح، ودي مشاكل يعني بتحصل كتير جدا، زي نتعامل معاهم بقى. أول حاجة خلينا نتكلم عن الجروح، أنواع الجروح بشكل عام. تمام. طبعا هلأ في عنا جروح منسميها جروح سحجية، يعني سطحية، وهذه الجروح بشكل عام بتكون نتيجة كشط، مجرد كشط لسطح الجلد. بيحصل طبعا هي مؤلمة، في ناس كثير بتعمد لما يحدث عملية الكشط لسطح الجلد بتلاقيها إنها بتروح بتعمد إنها تستخدم الكحول أو المطهرات، وهذه مؤلمة جدا. يعني أنت تخيلي شخص حاصل كشط عنده لسطح الجلد وتضعي عليه كحول، فجدا مؤلم. يعني إحنا بيعرض معنا على الشاشة دلوقتي فيديو اللي كان حاصل وقتها، الحريق الكبير. حضرتك شايفة هو محروق تماما. ربنا يعافينا يا رب. وبيجري، هو محروق وبيجري، هو ويقع على السلم وهو محروق. هو مشتعل النيران في جسده. هلا احنا ما بنعرف كان النار دي كانت النار دي في هدومه بس ولا لحقت ولا داخله على جلده كمان. ايوه بالضبط، هل كانت في هدومه ولا دخلت على جسمه؟ فبالشخص هذا المفروض فورا، يعني اي حد جاب بطانيه ورماها عليه ولفوا فيها فورا علشان انا اطفي النار، يعني اوقف امنع انه الاكسجين. شوفي هو طبعا كل ما مشي اكثر، طبعا هي حلاوه الروح، لكن النار كل ما بتزيد اكثر، كل ما النار عمالها بتزيد. طبعا هنا انا شفت انه في المشهد هذا انه كان في بصي واحد بصي اهو عمال يجري 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 اهو. نعم. بيقع يا حبيبي. نعم. يا نهار. يعني ربنا يتولاه برحمته. اللهم امين. فهنا شوفي حرام بتلوى في الارض، رجع طلع. طبعا هو من حلاوه الروح عماله يركض. هي 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 في اللحظه دي دكتوره ناهد بيبقى حاسس بموضوع، يعني احنا لما تلسع في طاسه بتبقي هتتجنني. طبيعي. في اللحظه دي هو حاسس بكل الالم ده، يعني شيء مرعب، يعني شيء مرعب. الله ما يبلينا، لا يعذب بالنار الا رب النار. يعني يا رب هذا يعني موقف مرعب جدا ومؤلم جدا، الألم النار لا يوصف لا يوصف. أنت لو لمستك النار كده لحظة قديه بتحسي بألم. يا رب عافينا ونجينا. تخيل هو مشتعل النار في كل جسده يعني. فطبعا لكن بعد فترة خلص هو بيفقد الإحساس، لأنه هي أول حاجة بتتلف. أول حاجة أنا بطفيه وبسيبه مكانه. أنت لسه كنت بتقولي دلوقتي على موضوع الجروح، أنا ما ينفعش أعمل له أي حاجة وهو متبهدل كده وهو جسمه مليان جروح. نعم. إذا كان عندي شخص عنده سحجة، النوع الأول من جروح هو السحجة، بتلاحظي انه السحجة ما بيرافقها نزيف دموي، بتلاحظي انه بعض السوائل كده ظهرت على جسم المصاب. فبهاي الحالة يفضل انك ما تضعي كحول يعني تعرضي لهذا للمواد العطرية، استخدمي الماء، ماء جاري، طهري المكان ونظفيه، وبعدين ممكن انك تغطيه كمان بضماد. طب انا عايز اسالك على موضوع المية دي، يعني احنا دلوقتي بنخاف ان احنا نحط مية على طول على اي حاجة، ازاي احنا خليه كده لما نكلم الدكتور ولا نشوف هنعمل ايه؟ علشان بس انا في حالة السحجة
المنتجه ما عندي نزيف، انا بس عايزه اني انا انظف المكان فقط، بعد كده ممكن استخدم مطهر بارد فقط، بارد يعني زي الميكروكروم، المطهرات البارده اللي مش مؤلمه. بتقليل ممكن؟ ممكن، اي مطهر ما يسببش الم. زي الكحول، الكحول تخيلي انت الجلد كده وتحطي كحول جدا مؤلم. الحاله الثانيه من الجروح اللي هي عندك جروح قطعيه، يعني ممكن يحصل عندك قطع للاصبع، يعني مثلا بسكينه او غيرها، القطع هذا قد يسبب بتر للعضو او قد يسبب ان العضو مصاب متصل. اذا حصل بتر، فحالات بتر الاعضاء طبعا احنا عمليات التجميل حاليا، ما يعني دكاتره التجميل بيقول لك لا جيب العضو هذا اللي بتر لا ترميه، لا تقولي خلص بيلحقك للجنه، ما فيش منه هذا الكلام. يعني فكره ان العضو تم بتره، لو تم بتره بعمليه ده ما ينفعش ان هو يرجع. لا غير العمليه، لكن لا قدر الله في اصابه، في حساب كده مفاجئه وحصل بتر لاي عضو، فعلى طول ببساطه شديده بتجيب العضو هذا وبتضعيه بكيس. طبعا في اخطاء شائع اني انا بضع ثلج عليه مباشرة، او احطه هو شخصيا العضو ده في الفريزر. لا هذا خطأ الكلام. الصح انك انت تضعي العضو، يفضل طبعا تضعي معه محلول ملحي. بعد كده اذا ما في محلول ملحي حطي مي عادية مش مشكلة. بعد كده باخده هنا الثلج، هنا الكيس الثاني. الكيس الثاني بالضبط، لانه انا قلت لك في حلقة الحروق انه الثلج بيسبب اصلا تلف للأنسجة زي الحرق، عضة الثلج قلنا عنها او لسعة الثلج بالضبط. فبالتالي ما يصحش اني انا احط الثلج مباشرة. لا انا ححطه في الكيس واضع العضو داخل الكيس بهذا الشكل واسكر عليه وعلى المستشفى مباشرة. يفضل اني يقعد مدة قد ايه؟ مدة اقصى مدة يقعد في الكيس ده قد ايه؟ والله يعني خلينا نقول يعني ممكن 3 لـ4 ساعات. هي شوفي كلها تقادير رب العالمين. ممكن 6 احيانا يعني حسب. طب كويس، لان انا كنت فاكره ان هو دقائق معدوده، ربع ساعه بالكثير. لا هي حسب سرعه يعني تفاعل الأنسجة، يعني حسب حالتها كيف وصلت، مثلا درجة التهتك، هل أنا عندي أعصاب أتلفات، هل لا سليمة الأنسجة. فأنا حوصله للمستشفى وحكتب عليه الساعة كم حصل القطع وأسجل بيانات لمين المصاب إلى آخره. طيب. هذا بالنسبة للمقطوع. ممتاز. بالنسبة للجروح اللي فيها نزيف، اللي فيها نزيف جامد. طيب قبل ما تتكلمي عن الجروح اللي فيها نزيف جامد، انا عايزه افرق ما بين انواع النزيف، ايه النزيف الوريدي والنزيف الشرياني، وازاي نعرف الفرق ما بينهم؟ تمام ممتاز. النزيف الوريدي بيكون نزيف متقطع، بتشوفي تدفق الدم بشكل متقطع ولون الدم بيكون غامق كتير، يعني قريب من لون الطرحه بتاعتك. غامق قوي كده؟ بيبقى غامق لونه، يعني احنا بنسميه الدم الازرق لانه بيحمل ثاني اكسيد الكربون. عرفتي؟ فهذا بنسميه دم ازرق. حتى بتشوفي انت في دروس العلوم اذا بتتذكري بتلاقي الاوعيه الدمويه شيء حاجه زرقاء او حاجه حمراء. الحمراء يعني هذه شرايين او هذه اوعيه دمويه تحمل الاكسجين. الزرقاء اوعيه دمويه تحمل ثاني اكسيد الكربون. فدم الوريد بيكون عاده متقطع ولونه ازرق. تمام. دم اللي يحمل الاكسجين اللي هو دم الشرياني الاحمر، فهذا طبعا بيكون مثل النافورة عامل وبكون مستمر بشكل كبير. طبعا في مناطق يعني اتجاهات اللي هي الرئوية، الشرايين الرئوية والوريدية معكوسة وظائفهم. فأنا ما لي علاقة هلا أشرح بالضبط. طب يعني تعريفهم فكرة. أنا لي علاقة الوريدي والشرياني، حضرتك قلتي الفرق ما بينهم اللون، الوريدي بيبقى غامق جدا جدا. نعم. الشرياني بيبقى أحمر، هو والتدفق بيبقى باين. ده يعني احنا يعني فاهمين ان الوريدي يبقى خلاص من هنا والدم عمال يطلع بقى. هلا الفرق الاماكن الاماكن بقى نحددها ازاي؟ هو انا وين تكمن خطورتي ست ندى؟ انه انا في الشرياني الدم مثل النافوره عامل، في الوريدي الدم متقطع. هلا انا بالنسبه لي كانسان لا بعرف، ما عندي اي خلفيه طبيه ولا عندي اي خلفيه، انا بهمني لما اشوف في نزيف مستمر اني اوقف هذا النزيف. ازاي؟ ايوه بالضبط. فانا اي حاله نزيف قطعية حتى لو كانت بالمطبخ بسكينة، فأنا حبدأ فورا بالضغط على المكان، فورا اضغط على المكان. تلقائيا احنا جسمنا في ميكانيزم انه بيحصل تكسر للصفائح الدموية وبدأ تكوين الجلطات.
تتكون شبكة وتبني الصفائح الدموية على هذه الشبكة وتعمل جلطة وتغلق الجرح المفتوح. فأنا حفضل ضاغطة لحد ما أطمن أن أوقف توقف النزيف. بعد كده ممكن ألجأ لإجراء التطهير والتنظيف، أحط مطهرات. بفضل حطة كده مدة قد إيه؟ لحد ما أشوف خلاص أنه وقف النزيف تماما. هلأ هذه حالة عادية اللي أنا تكلمت عنها، لكن افرضي أنا قمت بهذا الإجراء. طب حضرتك معاكي يعني زي شاش أو زي قماشة عادية؟ نعم. أي حاجة بتقفل، أي حاجة بتوقف النزيف، ولا في حاجة معينة؟ لا، أي حاجة عندك. طبعا أنا جايبة قلفزات لأنه إحنا دائما منخاف من موضوع الدم. فأنا يفضل أني لما يكون في شخص قدامي عماله ينزف دم يفضل أني أنا أستخدم قفازات. طب بصي يعني أنا شايفة ده زي بتاع رقيق. رقيق. المهم جداً. المهم أنه واقي ده اللي لازم، ولا أي واحد؟ أي قلفز، أي حتى لو قفاز المطبخ، اي حاجه انه تخليكي بس تحمي جسمك من الدم، لانه الواحد ما بيعرفش المصاب اللي قدامه ايش عنده امراض في دمه تنقله. فاذا انا اذا عندي مصاب يعني نزيف عادي رح اضغط على المكان، لكن اذا النزيف متدفق شديد، انت شاورتي على الايد قبل شوي، في اي نقطه على الايد، على الفخذ، على الرجل، النزيف متدفق في شده، انا حلجأ للضغط على المكان بقوه. طب قولي لي تحديدا في النقطه دي، في نقطه ان هي من المنطقه دي، لان للاسف الشديد اديكي شايفه الفتره الاخيره وحالات الانتحار اللي بتحصل وبيستسهلوا الحركه دي، ربنا يهديهم يا رب، فيروحوا عاملين كده يلا اقطع بقى وخلاص. نعم. هلا انا قلت لك اني انا بدات اضغط صح. طبعا في خطا شائع انه الناس لما تشوف القطعه هاي مثلا، اي قطعه اتعبى الدم هو بروح بيشيلها وبجيب قطعه ثانيه، وهذا خطا. ليه؟ لانه انا قلت لك انه بيبدا جسمك يكون جلطه، يتخثر الدم، وبيبدا يعمل زي شبه اتحاد مع القطعه هذه، فانت لما تشيليه حترجعي تفتحي من ثاني وتجددي النزيف. فلذلك خليني زي ما هي، ما غرقانه دم غرقانه مش مشكله، اجيب فوقها قطعه ثانيه افضل هذا. تمام، ما توقفش النزيف، مستمر. حنلجأ للمرحله اللي بعدها اللي بنسميها نقاط الضغط. نقاط الضغط في الجسم اللي هي خطوط الشرايين والاورده القويه اللي في جسمي. خطوط الشرايين اللي هي بنسميها الشريان العضدي، هنا شايفه الشريان العضدي في هذه المنطقه. تمام، وعندي الشريان الفخذي كمان. فانا حجيب الرباط يعني مثلا فرضا. طيب بصي، عشان انا معايا 5 دقائق دلوقتي، عايزه ابرز الاماكن الخطر اللي يحصل فيها نزيف، حدديها لي سريعا وقولي لي اعمل فيها ايه، ويبقى عندي ثبات انفعالي ازاي وانا شايفه الدم عمال مغرق الدنيا. تمام. في حاجه مهمه كتير قبل ما ابدا بايقاف النزيف، لازم اتاكد انه الشخص اللي امامي يتنفس وقلبه ينبض. هذه اساسيه في الاسعافات الاوليه. هذه قلناها اكثر من مره وبرجع بذكر فيها. تمام. اذا لازم اطمئن انه يتنفس وقلبه ينبض. عندي نزيف سواء كان بهذه المنطقه، سواء كان عند منطقه الفخذ، الشريان العضدي، الشريان الفخذي. طيب اللي في الرقبه هنا، اللي في الرقبه طبعا جدا خطيره. يعني هم 5 اماكن في الجسم اشد خطوره. هلا انت، انا بهمني ست ندى اتكلم يعني بشكل عام. اول حاجه هو احنا اتكلمنا بشكل عام عن وقف النزيف، ولكن انا عايز الاماكن اللي هو اول ما يحصل فيها نزيف. أيوة. الناس تاخد بالها بسرعه. خليني اكمل لك هذه النقطه. هلا انا حصل عندي نزيف ومتدفق، تكلمنا عنه، وحطيت الضغط وما، فحرجع المرحله اللي بعدها لنقاط الضغط. حاجه مثلا النزيف هنا الشديد مثلا. تمام. تمام. حاجه انا اربط في المنطقه اللي اعلى من النزيف، اوكي؟ حربط واوجه العضو اثناء، حتى انت في المرحله الاولى وانت بتضغطي يفضل انك تاخذي المناطق باتجاه القلب، يعني مثلا اذا رجل ارفعيها باتجاه القلب. اذا ساعد ارفعيه باتجاه القلب عشان الدم ما نخسر، لانه انت معك 5 لتر دم، مجرد انك خسرتي 2 لتر دم معناته انت في حاله خطر شديده جدا. يا الله. فانا بهمني شايفه انا مركزه من الاول على كميه الدم المتدفقه من المصاب. تمام. انت اشرتي على الرقبه. طبعا اذا عملتي على نقاط الضغط ومستمر النزيف، فيفضل انك تعملي ربطه اللي هي بنسميها احنا العصابه. اني انا بدخل بعمل بهذا الشكل، شايفة؟ وباجي بدخل هنا بهذا الشكل. تمام؟ ولاحظي رح أشد شايفة؟ رح أشد وبقوة، بأشد بقوة وأثبت. أنت ربطتي الأول وبعدين بتلفي. أيوة. بتلفي. أيوة. على المكان كده وشديتها. هذه طبعا بيعملوها في طرق مختلفة للعصابة، مش هطول فيها الآن. لكن أهم حاجة أنها تكون أعلى من مكان النزيف وأرفع العضو المصاب للأعلى. حاجة أخيرة أنت أشرتي عليها على الرقبة، في حاجة اسمها جروح اللي هي القطع التي تغرز في الجسم، يعني نقدر نقول عليها الأماكن المميتة، دي الأماكن اللي ممكن يحصل فيها وفاة؟
هلا اي مكان فيه شريان يعتبر مكان مميت، هذا مكان مميت، هنا مكان مميت، في الفخذ مكان مميت، عندك عده مناطق في جسمك فيها شرايين، هذه اماكن مميته، عرفت يعني النزيف فيها شديد جدا. لكن اللي انا عم بقوله اللي هي الاجزاء التي تنغرز في الجسد، يعني اذا انغرست قطعه سكينه مطوه خناقه ايوه دخلت هنا مثلا او دخلت هنا، بهاي الحاله انا بطلب من اي انسان شاف امامه مثل هذا المشهد، اياك انك تسحب القطعة المنغرسة في الجسم إلى الخارج، لأن أثناء دخولها هتكت، إذا أنت سحب أنت حتفتح النزيف، بالتالي حتطور الحالة وتزوء يعني تزداد سوءا. فأنت يجب إبقاء أسيبها؟ سيبها وثبتها كمان وثبتها، يعني فضلي مثلا عندي هذا العضو هنا منغرس، أجي أنا أمسك كده وألف حواليه أثبته تماما على الجسم. طب انا اول مره اعرف ان انا اسيب السكينه او اسيب المطوه، لا بالعكس تجري تشيلها، بالعكس يعني بالعكس تتثبت تماما وينحمل على المستشفى. لو القطعه في العين كمان نفس الشيء، انا حلف ضمادات حوالين هذه القطعه اللي داخله في العين واثبتها وامنع حركتها تماما، اثبتها عشان امنع الحركه، لانه اذا تحركت ممكن تتلف اشياء اضافيه كمان في الجسم. تمام. طيب نقطة هلا اسألي يلا، انا عايزه اشوف بقى المدرسه والمشاكل اللي بيحصل أيوة. فيها وإلام الرصاص اللي بتبقى مبريه ولسه جايبينها جديده، اوب تلاقي العيل رشق في عينه ورشق مش عارفه فين، وبقى بتبقى في كارثه والام بتبقى واقفه مش عارفه اعمل ايه، انتش الالم من عينه ولا اعمل ايه؟ لا تسحبيه من العين. نفس الكلام، لانه ممكن يخسر عينه كلها، لكن لو انا ثبتت هذا المكان يعني فرضا داخل في العين، اجيت انا عملت ضمادات وثبتته تماما، الف بقى على راسه كلها، ابدا على الراس كلها وثبت تماما وعلى المستشفى، بهذه الحالة الدكتور قادر انه ينزع هذه القطعة بطريقة تمنع تضرر المنطقة اللي حوالين الإصابة. طب أخيرا دكتورة ناهد، دلوقتي أنا لفيت وحاولت أوقف الدم على قد ما أقدر، بس أنا شايفة أن في دم كتير، فبسرعة هاتوله حاجة يشربها يعوض الدم اللي بينزله، فهو بينزف أنا عمالة أشربه مية بسكر عصير كركديه مش الحاجات اللي احنا بنشربها لهم دي، ده تصرف صحيح ولا ده ممكن يقلب بحاجة عكسية؟ ممكن يقلب بحاجة عكسية، لأنك أنت عم بتزاولي بتعملي تنشيط لحركة الدورة الدموية، فإذا أنت نشطتي حركة الدورة الدموية الدم هينزل اكتر، أيوة حتزيد النزيف. طبعا في حاجه اسمها عندنا كمان نزيف داخلي، نزيف داخلي، نزيف داخلي خفيف اللي تكلمنا عنه قبل هيك، بنستخدم البارد وثاني يوم الدافي. اما النزيف الداخلي الخطير انك اشرتي على اللي ما بتعرفش هلا لمحتي له، اللي هي زي ما قلتي هذا بهاي الحاله انا كيف اكتشفه؟ في وقت عنا؟ للاسف لا، ما في وقت للاسف، مش معانا وقت واحنا خلص وقتنا، ولكن علامات النزيف الداخلي، لان كتير جدا ناس بتقول لك ده كان زي الفل دقيقتين ووقع ما حطش منطق، راح المستشفى قالوا ده كان عنده نزيف داخلي، نعرف ازاي؟ هنكمل معاكي في الحلقه الجايه. خلص دكتوره ناهد الحنبلي، مدربه دوليه في الاسعافات الاوليه، بشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، شرفتينا وقفتينا، شكر موصول لكل متابعينا ومشاهدينا، اتمنى الصحه والسلامه يا رب، واتمنى توسيع الرزق علينا وعليك، وان شاء الله ميزانية تكفينا لآخر الشهر. خلص أسبوع بيتنا أحلى، بتمنى أنه يكون عجبكم، نشوفكم من يوم السبت القادم بإذن الله تعالى الساعة 12:30 بتوقيت القاهرة، ودايما معاكم وبيكم بيتنا أحلى.